زي ما كده الامارات لما حبت تشتري شركات وطنيه فقالوا لهم لا مفيش ورق، لان الفلوس بتطلع من البنزينات بالشويله على المعسكرات. كل الناس بما فيها شركات الجيش؟ ايوه. طب شركات الدوله مطروحه؟ ايوه. والله 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 انا صادق معاكم، كل شركات القوات المسلحه معاكم. يلا فقعدوا يحاولوا يدبقوا ويلفقوا ازاي ان الوطنيه دي يتعمل لها، ومن ساعتها خدوا بالهم انه لازم بقى ليها ورق وفلوس واصول، وهات يا ابني حد يستف ورق. ده انا شغلت الجيش عندكم ومشغله تحت رجليكم لاجل ما تقعش مصر.